اتفضل. وناخد معانا استاذه صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. شوفي لو سمحتي، لو انا بحب واحد بس تمام. انا مش مجرحه وما قلتلوش باي حاجه، هل انا كده عليا حرمانيه؟ ايه بتحب واحد وبعدين انا ما قلتلوش ومش مجرحه وما قلتش اي حاجه، تمام، هل انا كده عليا حرمانيه؟ يعني بتحبيه من طرف واحد يعني، اه، وهو ما يعرفش اي شيء عن كده يعني؟ لا ما ان السؤال بقى ان هو يعني بيجي ببالك وبتفكري فيه، مظبوط؟ اه، هل انا كده عليا حرمانيه؟ طيب حضرتك متجوزه ولا لسه؟ لا. حاضر يا فندم، اوكي، شكرا جزيلا. رايك يا مولانا؟ الحب شيء جميل، خلي بالك، تمام. بس الحب هو اعجاب، ميل قلبي تجاه شخص. انا والله الحب بهدله ولا بهدله صح؟ اه اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فالحب هو ميل واعجاب قلبي. أيوه. ماشي، انا بحب الدكتور محمد، قلبي اعجب بالدكتور محمد، لأدبه لأخلاقه لسمته لإخلاصه لتقواه لصلاحه لكذا لكذا لكذا، لا خلاف على ذلك. جميل. ميل قلبه. أيوه. ماشي، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أمهات المؤمنين كلها موجودة، لكن سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها شويتين، وقال لك اللهم هذا قسمي فيما إيه أملك فلا تحاسبني فيما تملك ولا أملك. ماشي، أدي نقطة. طيب أنت بتحبيه. أيوه. إعجاب، اسمه إعجاب. إعجاب بيبدأ بالإعجاب. طيب آخرته إيه؟ اخرته ايه؟ انا عاوز افهم اخر اخر الطرف الثاني ما يعرفش حاجه عن الحب ده، هو مش عارف هل هو هذا الشخص في يوم من الايام انت عارفه مواثقه ان هو يجي يتقدم لك، تمام، ولا انا بعيش في الاوهام وانهار فيما بعد؟ هي دي القضيه. اه عايشه مع نفسها. طب ما عايش مع نفسي، انا بعذب نفسي. تمام. ده اللي ده الانسان اللي بيعذب نفسه. على حرمانيه في اللحظه دي؟ في من ناحيه ايه؟ ان حد يفكر في حد. القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى. تمام. بيد الله سبحانه وتعالى. انما ما اخشى ما اخشى ان الحب ده يترجم الى ايه؟ التنفيذ. ايوه، هي دي القضيه. الواقع بقى. فهنا ندخل في الحرمه. أيوة. انما الميل للقلب ده انا مش بايدي. انا مش بايدي، ما اقدرش امسكه. تمام. احب ده ولا اكره ده ما اقدرش امسكه، اعجب بده ولا اعجب لا. انما القضيه عندي لو تحول الحب الى ايه؟ الى ترجمه عمليه بواقع ايه؟ محرم. تمام. يبقى في هذا يبقى حرام. طيب ده الميل والاعجاب القلبي. انما لنا الشيء اللي عاوز اكلمه اخريته ايه؟ لو انت واثقه سيادتك ان هو الراجل ده هيجي في يوم من الايام وتقدم لحضرتك اهلا وسهلا مرحبا من الباب، وقت البيوت من ايه؟ من ظهورها؟ من ابوابي. الله يفتح عليك، خد الامر. انما انا مش واثق، يبقى انا بعذب نفسي. يبقى انت بتعذبي نفسك، في الاخر ايه اللي يحصل؟ هو راح يتجوز واحده وسيادتك مش هتتجوزيه، فيحصل ايه بقى؟ اللوم والعتاب والزعل. طيب واللي ما انت واللي. قلت في البدايه احنا مالناش ايدين في حته الحب غصب عننا. القلب وزي ما بيميل حسب يعني كل جميل بالظبط، وحسب ما بيميل يعني، تمام. فممكن لو الموضوع ده بينها وبين نفسها فقط مفيش ترجمه ليه والكلام ده غصب عنها لا شيء في ذلك، خلاص كده، لانه امر بيد الله سبحانه وتعالى. اما حاجه لا يتعدى شيء معين بالظبط، الحرمه. تمام. يتحول الحب ده والاعجاب الى تنفيذ، هنا يبقى حرام. ايه رايك الحلقه الجايه نتكلم عن الحب الحب ده تحديدا كمان. ولا يهمك. ايه رايك؟ لا عاوز ده اخوك الروبي كده يعني. حبيبي لا عاوز دلوقتي يا دكتور محمد يعني. استاذنك وناخد معانا الحاجه ام هاني. السلام عليكم. سلام.